تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، الغرب لا يفهم إلا القوة، لا يفهم خطاب السلام. العالم العربي والعالم الإسلامي بيقدم السلام دائما، وفي الصراع العربي الإسرائيلي قدمت مبادرات سلام عديدة، أبرزها وأكبرها المبادرة العربية للسلام. ولكن الغرب هل هو جاد في موضوع السلام؟ يبدو لنا الأمر إنه مش جاد في موضوع السلام، وإنه لا يفهم لغة السلام ولا يريد فكرة السلام. إنما الغرب اللي خاض حروب قبل كده على مدى قرون، بما فيها حروب غربية من الحروب النابليونية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وحروب في آسيا وفي الشرق الأوسط، وبالتالي فكرة السلام مش متجذرة في الفكر الغربي. بنحاول بقالنا فترة طويلة جدا نفهم الغرب، هل لو جنحنا للسلام يجنح للسلام؟ هل لو قلنا خطاب التسامح والسلام هيكون مقبول من الغرب؟ ولا يا ترى الغرب يعني بيقول هذا الكلام لمجرد الكلام، لكن وقت الجد هو لا يؤمن بثقافة السلام، ولا أن تعيش الشعوب في حرية واستقرار واستقلال وسلام. في كتاب شهير للمفكر الفلسطيني الكبير أستاذ جامعة كولومبيا الشهير إدوارد سعيد بعنوان الاستشراق، وبعد كده كتاب أيضا بالغ الأهمية للفيلسوف المصري الدكتور حسن حنفي بعنوان الاستغراب. بنحاول نفهم رؤية الغرب للشرق والفكر الغربي تجاه الشرق، لأن تاريخنا مع الغرب حقبة الحروب الصليبية، عدوان غربي على الشرق، بعد كده حقبة الحروب الاستعمارية اللي هو الغرب جاء ليستعمر ويدمر ويسرق وينهب الشرق، ثم بعد ذلك اللي احنا شايفينه عالميا اللي هي حملة كراهية ضد الإسلام وحملة ازدراء للمسلمين وللعرب. فإذا من الحروب الصليبية للغزو الاستعماري لمنظومة الكراهية العالمية. حرب غزة كيف يمكن قراءتها في هذا السياق؟ الدكتور رضوان السيد كتب مقال مهم في الشرق الأوسط بيتكلم فيه عن هذا الموضوع، فبيقول إنه يبدو إن الغرب غير جاد في موضوع السلام، ويبدو إن الغرب غير مؤمن بفكرة السلام، وإن حرب غزة أظهرت إن في آراء عميقة مش سطحية، مش مجرد متحدث رسمي باسم خارجية في دولة ما في الغرب، ولا تصريح للرئاسة في دولة ما في الغرب، ولا كاتب صحفي في مقال ما، لا، بيقول إنه الفكر الغربي، الفلاسفة الغربيين، العقل الغربي، مش السياسة الغربية، والأمر تجاوز السياسيات إلى الفكريات والحضاريات. الرؤية الحضارية والفكرية للغرب هي معادية للشرق ومعادية للعرب والمسلمين، وفي كراهية وازدراء حقيقي لدى الفكر الغربي تجاه العالم العربي والإسلامي. وحرب غزة أظهرت ده من فيلسوف كبير وأهم فيلسوف في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، هابرماس، الفيلسوف الألماني الكبير، وفلاسفة كثر ومفكرين كثر ودوريات رصينة وجامعات كبيرة وأساتذة يعني ملء السمع والبصر في جامعات الغرب، كل هؤلاء أو جزء كبير من هؤلاء، عدد كبير من هؤلاء انحاز للفكر الاستعماري التقليدي اللي فيه استعلاء على العرب وعلى المسلمين وعلى الإسلام وعلى الشرق الأوسط ومن ثم على فلسطين، فكان في انحياز لصالح إسرائيل. هنا نتكلمش على سياسة إنما على فكر، إن الغرب مشكلته فكرية مش سياسية، فلما نيجي نكلمه سياسيا العقل الغربي، الفكر الغربي، الفلسفة الغربية، العقيدة الغربية كلها أو أغلبها كما ظهر في تطبيقا في حرب فلسطين هو فكر استعلائي استعماري معادي أو كاره للعرب والمسلمين والإسلام. فده ظهر، ده لا يمنع أن في فلاسفة استثناء
ومفكرين استثناء وساسة استثناء، وأيضا في شباب رائع في الغرب استثناء وحاول يبذل أقصى جهد من أجل ذلك. لكن السياق العام الفكر الغربي للأسف الشديد لا يزال معاديا للإسلام والمسلمين، معاديا للعرب وللشرق، معاديا للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، داعما بلا حدود ودون أي عقل أو حكمة أو فهم أو رضوخ للقانون الدولي في دعمه لإسرائيل. لما نشوف نتيجة ده بنلاقي إنه الدعم الأمريكي لا متناهي لإسرائيل في هذه الحرب الإجرامية، احتقار المحكمة الجنائية الدولية وكذلك محكمة العدل الدولية وكذلك الأمم المتحدة بما فيها الأمين العام للأمم المتحدة، إن كل ما لا يقف مع الفكر الاستعماري الاستعلائي الغربي هو مرفوض. يا إرهابي، يا معادي للسامية، يا مش فاهم كويس، يا بيزيف الأحداث، إما أن تكون مع السياسة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة الدموية التهجيرية الإبادية، وإما أن أنت تكون على طول في الجانب الآخر معادي للسامية وداخل في منظومة الإرهاب وما إلى ذلك. فشيء مؤسف جدا، لأن ده شيء محبط للغاية، أن يكون أو تكون المشكلة في الفكر الغربي وليس في السياسة الغربية، في العقل الغربي وليس فقط في السلوك الغربي، في الفلسفة الغربية وليس فقط في السياسات الخارجية للدول الغربية. الموضوع أعمق وأخطر بكتير جدا، وليه ميراثه العقائدي والثقافي والتاريخي والفلسفي، وده بيعقد الأمور. لكن في كل الأحوال لا يأس، وأي فكر لابد إن كل شوية يتم تكسير هذا الفكر تدريجيا، وأي إيمان خاطئ لابد من مواجهته باستمرار. لابد أن يكون هناك أمل دائما في تغيير الفكر لدى الجانب الآخر، ومهما كان هذا الفكر متجذرا وعميقا، هم غيروا أفكار متجذرة وعميقة في مجالات أخرى، يمكن تغيير ذلك أيضا. إنما كمان المهم في الجانب اللي هو هنا في العالم العربي والشرق الأوسط والعالم الإسلامي، إن لابد من تقوية الجبهات الداخلية والتعاون الإقليمي من أجل مواجهة هذا التطرف اليميني الإسرائيلي المعادي لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأبسط الحقوق الإنسانية. رضوان السيد بيقول إن الغرب قد لا يتغير وإنه لا يفهم إلا القوة، وبالتالي من المهم جدا إن احنا ندخل في معادلة القوة بما يحفظ الهيبة لهذه المنطقة، وفي نفس الوقت نشتغل على تغيير العقل الغربي، ولو امتد الأمر لنصف قرن لكن لازم نبدأ ولازم نعمل على ذلك، ولازم لا نفقد الأمل في أنه ممكن يحصل تغيير فكري عميق في الجانب الغربي، وتغيير أيضا في موازين القوة بين الشرق والغرب. إسرائيل مفيدة جدا للغرب إلى الآن، لكن في نهاية الغرب براجماتي، الموضوع بالنسبة له مش بس فكري عميق وعقائدي إنما كمان مصلحي، ده جزء من فكر الغرب وعقيدة الغرب البراجماتية. ومن ثم ممكن لو إسرائيل بعد كده لا تؤدي الهدف الوظيفي زي ما قلنا سابقا، وإنها بقت عبء على أمريكا والغرب، ممكن يقل قوي قوي الدعم والتأييد اللامحدود لسياسات إسرائيل المتطرفة. لأنه في جنوب إفريقيا وقت التفرقة العنصرية الغرب كان واقف مع التفرقة العنصرية وكان بيدعم التفرقة العنصرية، وكان موقفه غير أخلاقي تماما، واعتبر أن نيلسون مانديلا إرهابي والحركات الوطنية في جنوب إفريقيا حركات إرهابية. لكن لما بقت جنوب إفريقيا عبء على الغرب، فالغرب وقف لصالح أنه السود والأفارقة في إفريقيا يسيطروا ويحكموا بلادهم، وده كان الأساس في صعود نيلسون مانديلا إلى سدة الحكم. لما كان نظام الأبرتايد الفصل العنصري عبء،
لما وصل لمرحلة العبء تخلى عنه الغرب، إنما لما كان مفيد ولا يمثل عبئا كبيرا كان الغرب مؤيد بلا حدود. وبالتالي ما حدث في جنوب أفريقيا يمكن أن يحدث في فلسطين وإسرائيل. لو أصبح النظام الإسرائيلي بسياساته عبئا على الغرب يمكن أن يغير الغرب من قناعاته. الجملة الذهبية في علم السياسة: السياسة فن الممكن، لا يأس أبدا. الشعب الفلسطيني يقدم نموذجا لعدم اليأس، الصمود في مواجهة الكارثة، بطولة أسطورية في مواجهة إبادة جماعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية. موقف مصر من هذه الحرب الإجرامية العدوانية الآثمة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة هو كما عبر عنه الرئيس السيسي أنه يجب إقامة دولة فلسطينية. هذه الدولة تكون كاملة العضوية في الأمم المتحدة، عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 67. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. وفاصل ونكمل.